طيب مقطعنا الثاني اللي نشرته هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر حسابها في تويتر، مقطع فيديو توعوي وجه من خلاله نصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية أو عند استخدامها. خلونا نشاهد وإياكم هذا المقطع. معلومات مهمة عن المدفأة الكهربائية. بداية تأكد أن هذا الشبك إصبع الطفل لا يمكن له الوصول إلى الأجزاء المكهربة في الداخل. يعني لما نشوف هنا الجزء المكهرب في الداخل اللي مدنا بالطاقة الحرارية، إصبع الطفل لا يمكن الوصول له. الشبك لا يجب يكون بهذه المواصفات، أن إصبع الطفل لا يستطيع الدخول أو الوصول لأجزاء المكهرب. ثانيا تأكد أن الفيش ثلاثي، والفيش لما يكون ثلاثي تشبك مباشرة بالحائط اللي هو الفيش اللي في الحائط، لا تقوم باستخدام توصيلة أو مهيئ، لا، الفيش دائما يكون بشكل مباشر. أيضا لا تقوم بقطع اللي هو الفيش في حال أنه ما كان ثلاثي، أنك تقطعه وتستبدله، لا، هذا الشيء مخالف وخطير ولا ننصح به. أيضا لا تقوم باستبدال السلك من الداخل بغرض أنك تبغى سلك أطول، لا تجيب فني مختص أو كهربائي مختص يغير لك السلك من الداخل، لأنك في هذه الحالة راح تخسر الضمان. تنبيهات مهمة إبراهيم، لأن فعلا الكلام اللي قاعد يقوله قاعد يصير في الواقع.